السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. غادرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان القاهرة متجهة إلى جمهورية الصين الشعبية لزيارتها بتكليف من رئاسة الجمهورية بشأن تقديم الدعم لبكين بعد انتشار فيروس كورونا. وقالت وزيرة الصحة في وقت سابق أنه تكرر إضاءة الأماكن الأثرية بعلم الصين تضامنا معها ضد فيروس كورونا الجديد، وأضافت أنه سيتم توزيع كروت مراقبة على متن جميع الرحلات القادمة من البلاد المنتشر بها الفيروس حتى يقوم الركاب بتسجيل بياناتهم في الطائرة. وأشارت زايد خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة الدولي أمس إلى أنه تمت إضافة خانات جديدة في كروت المتابعة، أهمها السؤال عن آخر الدول والأماكن التي زارها الشخص خلال فترة 14 يوم الماضية، بالإضافة إلى خانة خاصة بظهور الأعراض من عدمه. وحول التصريحات الفرنسية بخصوص حالتين قادمتين من مصر حاملتين للفيروس، لفتت هالة زايد إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالتين، مؤكدة أنه تم حتى الآن فحص 1443 حالة مشتبه فيها بإصابة كورونا منذ بداية الأزمة. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.